الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذه سائلة تقول: إذا كنا على شاطئ البحر هل يجوز التيمم مع وجود الماء خوفا من انكشاف العورة؟ هذا نفس السؤال الذي مر. لا يجوز التيمم مع وجود الماء، وبإمكان السائل أو السائلة أنه يأخذ الماء يستتر ويقف أو يتوقف، يستتر بشجرة أو بجدار أو بخيمة أو برواز يحور، يعمل للصحة، يحجب الأنظار عنه ويتطهر بالماء، لا يجوز التيمم. نعم. أيضا يعني الذهاب للتوافي، ذهاب النساء للتوافي هذا فيه ما فيه من الفتنة، أيضا للنساء أن تذهب للتوافي وتخالف الرجال، وإذا كان ولا بد إلا تذهب إلى مكان أو يذهبون معهم نساء وعوائل يذهبون إلى مكان من التوافي ليس فيه رجال، ليس فيه، يذهبون إلى مكان خارج.